السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. الأستاذ المحترم اللي سأل إزاي يبص ويشوف المقاس بتاع زيت الفتيس الأوتوماتيك، تمام، يا العربية، هتيجي واحدة واحدة هنا تلاقي مقاس الزيت اهو، تمام. طبعا العربية هتكون دايرة وجايبة المرشدين، تمام. هتطلع مقاس الزيت، هي بس عشان العربية فيها شغل وعطلانة فانا عشان كده مبطل. هتطلع مقاس الزيت، مقاس الزيت اهو، تمام. لازم الزيت يكون عند الشرطة دي، ولو فيها سنة مفيش مشكلة، تمام. ازاي اقدر اعرف اذا كان هو فعلا هنا ولا لا؟ انت اول ما بترفع، اول ما بتطلع المقاس، الزيت عشان خفيف بينزل لتحت، فانت ممكن واحد يقول لك لا ايه الزيت لحد هنا، لا الزيت مش لحد هنا، الزيت هو بس علشان خفيف فنزل عمل ايه كتله زيت تقيله هنا، لكن انت تبص هتلاقي فيه تنشيع زيت لحد هنا، فهو ده المقاس الزيت المظبوط. احنا كده هنمسح، هنحط تاني. طبعا انت اول مره بتشيل تمسح وبعد كده تحط تاني، تمام. بتسيبه كده بالظبط ايه ثواني معدوده وتطلع. هو شايف انت الزيت بينقط ازاي؟ عشان الزيت خفيف. هنا الزيت طبعا ايه شايفه معلم لحد فين، ده مش الصح عشان طبعا العربيه مش دايره، مش واخده تقليب الزيت، هو الزيت وصل لحد هنا، تمام. بس انت لو هتلاحظ، بس الفكره ان انا عايز اوصله لك ان هو ده مقاس الزيت المظبوط. شايفين الفرق؟ الحته اللي عشان دي فيها زيت ودي ما فيهاش زيت، تمام، عشان ما حدش يجي يقول ايه لا ده من الحته ده زيت من عند هنا، لا هي الحته دي بس علشان الزيت خفيف فبينزل لتحت. يعني لو انا عملت كده، شايف الزيت عمل ازاي؟ نزل لتحت. عملت كده شايف الزيت نزل، فاهمني؟ بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.